السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة أسماء للتفصيل، أهلا بحضراتكم. إن شاء الله هننفذ الموديل ده النهاردة. الموديل ده زي ما حضراتكم شايفين، الصدر بتاع كروازيه وله كمام بكشكشة، والجيوب بتاعته كلوشة نص دايرة. أخد مننا 3.5 متر قماش، عرض 150. القماشة اسمها روزالين. تعالوا كده نشوف خطوات العمل. اول حاجه يا جماعه هاجي اطلع الكلوشه بتاعه الفستان من القماشه. واحنا الكلوشه بتاعتنا مش طويله قوي، يعني طولها حوالي 95 سنتي، مش طويله. فهنطلع القماشه بتاعتنا كده 2.5 متر من القماش. غالبا كنا بنعمل الكلوش النص دايره بيبقى 3 متر لوحده، الكلوشه الواحده بتاخد 3 متر. المره دي هنعملها ب2.5 متر لان الفستان بتاعنا مش طويل والوسط ما فيهوش كشكشه. فانا هطلع كده 2.5 متر من القماش بتاعي اهو، هفصلهم خالص وبعد كده هنشوف هنقصه ازاي. القماش اهو كده يا جماعه طبقته طبقتين، الوش المشجر هو اللي جوه وده اللون الابيض ده هو الظهر. بعد ما طبقناه كده طبقتين هنروح جايبين الجزء السليم على المفتوح، السليم ده على المفتوح اللي هو ده. هعمل كده زي مثلث، هنساوي بس القماش وهنيجي ناخد الوسط بتاعنا اللي هو 80 سنتي، هحط عليه مقدار راحة من 3 لـ4 سنتي. احنا الوسط بتاعنا هنا مفيهوش كشكشة خالص، يعني الوسط على قد الوسط. فهجيب الوسط هعمل بس حساب الخياطة وهنجيب الوسط نقسم المزورة بتاعتنا 4 طبقات، يعني 81 هنخليها 84 سنتي، 84 سنتي اهو. هطبق المزورة كده الاول طبقتين وبعدين طبقتين تانيين وهنوسطنهم كده ما بين الضلع ده والضلع ده، بحيث ان الضلع ده يكون قد الضلع ده. خلاص كده بروح عاملة علامة اهي وعلامة اهي. هنروح جايين كده من قمة المثلث ورسمين خط الوسط زي البرجل كده، بعمل المزورة بتاعتي كأنها برجل. رسمت انا كده خط الوسط خلاص، هجيب القماش بتاعي قدام شوية كده علشان يبان خط الوسط اهو يا جماعة، خليكم شايفينه، هقربه منكم شوية. وهبدأ أحسب طول الجيبة اللي هي قلنا ايه 95 سنتي، هحسب 95 سنتي من بعد خط الوسط. هاجي كده أحسب 95 سنتي اهو، أحط علامة اهي علمنا النقطة بتاعتنا اهي كده يا جماعة. هنسيب المثلث ده ما مقصوش دلوقتي، اللي هو في الطرف ده مقصوش، هثبت المزورة بتاعتي عنده، اقرب كده شوية، هثبت المزورة اهي عند الطرف ده، هتقلها بحاجة. خلاص كده وهنبدأ نعمل وكأنها برجل، نبدأ نحرك المزورة بتاعتنا. المزورة انا حاطة في طرفها تبشير اهو، وهبدأ أرسم كده. شايفين كده هي ايه بتتحرك. نساوي القماش كده، رسمنا الدايرة الكلوشة بتاعتنا كلها اهي. هنبدأ نقصها، واضحة اهي خالص. نبدأ نقص بقى كده يا جماعة، بسم الله.
نقص الوسط بقى. كده نقصت الجيبة بتاعة الفستان. طبعا الحجم كبير مش هتقدروا تشوفوها. اهي كده الجيبة يا جماعة، يا رب تكون واضحة بالنسبة لكم. دي كده كلوشة نص دايرة. انا برضو هبقى احط لكم طريقة قص الكلوشات في صندوق الوصف، ربما يكون الحجم كبير مش عارفين توصلوا له. هنحط الفيديوهات التانية برضو. هنعمل صدر الفستان يا جماعة. صدر الفستان بتاعنا كروازيه. اول حاجة هقصها، هقص الظهر لوحده، والظهر هاخده ايه كده قطعة قماشة طولها كده طول الظهر، طول الظهر وزيادة حوالي 2 سنتي عشان الخياطة، والوسع بتاعها كده قد نص دوران الصدر وزيادة 3 سنتي عشان تركيب السوستة، لان هيبقى له سوستة في النص كده، وتسيب برضو زيادة للخياطة. هنطبق القماش بتاعنا كده يا جماعة طبقتين خلاص. هاجي اول حاجة اشيل 3 سنتي اللي هما بتوع تركيب السوستة، انا مش هقصهم دلوقتي، انا بس هعلم بس مكانهم كده ومش هقصهم دلوقتي. هاجي اتنيهم كده وهنيجي ناخد، اتفقنا ان كده قد وسع الصدر، يعني هاخد نص دوران الصدر اهو، الجزء ده كله كده نص دوران الصدر بزيادة 3 سنتي اللي احنا تنيناهم دول خلاص، زائد الخياطة، يعني ايه تسيبي جزء للخياطة. هنيجي بقى ايه نشتغل كده. اول حاجة ناخد عرض الاكتاف. عرض الاكتاف باخدها واقسمها على الاتنين. انا عندي الموديل بتاعي عرض الاكتاف بتاعته 35، هاخدهم هقسمهم على الاتنين وهحط المقاس من هنا، من الطرف من هنا طلع المقاس بتاعي مثلا لغاية كده. اول ما باخد عرض الاكتاف بنزل 4 سنتي خلاص. بنيجي ناخد دوران الرقبة. دوران الرقبة برضو عندنا 35، هقسمها على 5، الناتج 7، هاخد 7 من هنا لهنا خلاص. وهنزل نزول الحردة الخلفية بيبقى 2 سنتي، الجزء ده كده هنزل له 2 سنتي، وهعمل هدور كده خلاص وهوصل كده. طبيعي احنا واخدين القماشة مظبطينها على الوسع بتاعنا، هنيجي نعمل بقى ايه دوران حردة الجيرو اللي هي عندنا 40 سنتي. ودوران حردة الجيرو يا جماعة زي ما قلنا ان احنا دايما بناخد دوران كده الدراع كده من فوق، التقاء الدراع بالكتف كده اهو، الدوران ده كله كده وباخده بالظبط، ما بسيبش فيه اي زيادة خالص. الدوران ده كده باخده وبقسمه على الاتنين. انا عندي الدوران ده 40 سنتي، هاخد 20 من هنا من بعد الايه النقطة دي بتاعت الكتف، هنزل 20 سنتي مثلا طلعوا لغاية كده اهو خلاص، هوصل ماشي. وبعدين بنروح عاملين خط كده، خط افقي من الزاوية القايمة اللي نشأت دي، بطلع كده 2.5 سنتي من الحتة دي كده خلاص. طلعنا 2.5 سنتي بنروح مدورينها كده خلاص كده يا جماعة. الجزء ده انا بعيده، بعيد تصويره لان ما كانش متصور حلو، صورته على القماش اهو بس ما كانش واضح في الصورة، فانا هعيده لكم ورق. بعد كده هنيجي بقى نظبط بقى دوران الصدر بتاعنا اللي احنا واخدينه. هاخد دوران الصدر اللي هو مثلا 94 سنتي، وحطيت عليه مقدار راحة 4 سنتي كمان، وحوالي مثلا واسيب جزء الخياطة، هجيب كده الدوران بتاعي كده خلاص، وهقسمه على الاربعة كده اهو، واحط المقاس بتاعي من اول هنا، جه مثلا المقاس لغاية كده خلاص، يبقى الجزء ده اللي انا سايباه ده عشان الخياطة والاوفر. ده كده خدنا كده وسع الايه السطر. القماشة بتاعتنا يا جماعة فيها لكرة اللي هي مش هتحتاج اعمل فيها بنس لانها بتمط خلاص. هنيجي نعمل ايه، هنيجي ناخد هنا هو الدوران الوسط، وبرده حاطين عليه مقدار راحة. برده عندي الوسط 81 سنتي، حطيت عليه 4 سنتي مقدار راحة،
هيبقوا 85 سنتي، هجيبهم برضو كده على المزورة وهقسم المزورة بتاعتي كده 4 مرات واحط المقاس كده. تمام كده يا جماعة، خلاص كده حطيت المقاس بتاعي اهو، هوصل السطر بالوسط. وهنيجي بقى نقص الجزء ده كده اهو، هسيب بس جزء للخياطة طبعا، الخياطة والاوفر هنا، وهنقص دي كده. وعايزة اقول لكم ان احنا هنعمل الكم بتاعنا بكشكشة، فمش هسيب اي وسع في الحركة دي، بل بالعكس انا ممكن ادخل لجوه 1 سنتي كمان، بس انا سايبة الحركة دي لغاية لما نيجي نخيط ونبقى نتمم عليها بالقياس. هسيب من فوق من هنا 1 سنتي بس عشان الخياطة. هنقص حردة الرقبة، نعمل بقى علامات الخياطة بتاعتنا هنا وهنا. الكروازيه بقى هنقصه ازاي؟ هنيجي كده يا جماعة للظهر بتاعنا، هقفل بس الاول الجزء اللي احنا سايبينه للصوص ده اهو، هقفله دبابيس عشان نعرف نتحرك. هفتح كده القماشة بتاعتي كده خلاص. هنيجي كده يا جماعة نرسم الكروازيه بتاعنا، بيجي كده من عند حردة الرقبة، من طرف حردة الرقبة لغاية طرف الجنب العكسي، يعني لو دي يمين ده هتبقى شمال، وهوصلهم ببعض كده. يعني هاجي كده هوصل النقطة دي كده بالنقطة دي بالجنب، شايفين كده؟ والله في الورق أوضح من القماش، لأن في الورق الخطوط بتبقى باينة، النموذج صغير بيبان الشرح كويس. خلاص كده يا جماعة، جينا كده الجزء ده كده هطبقه كده اهو، وهقص منه قطعتين، هقص قطعتين من الشكل اللي طالع ده. خلاص هنجيب قطعتين قماش، هنجيب قطعتين قماش اهو، هعملهم بلون تاني عشان يبان اكتر. خلاص كده يا جماعة، هرسم الشكل بتاعي زي ما هو كده، بس هسيبه عريض من هنا شوية كده الاول، بس نقص القماش كده ونخلصها. هاخدها اطول كده بشوية، لان عندي طول الصدر برضو اطول من طول الظهر. خلاص كده هنقص كده شوية كده يا جماعة، عشان هوريكم حاجة بس، عشان اعمل منها سجاف منها سيب، هاتني حتة القماشة دي اللي تحت كده خلاص، عشان تبقى سجاف منها فيها، يعني ما اعملهاش سجاف خارجي خلاص. وهنيجي بعد كده نرسم الكتف بتاعنا اهو خلاص، وحركة الجيرو زي ما هي اهي، وعلامة الخياطة اهو. هاخد الوسط من هنا، الوسط من هنا قد الظهر بالظبط، بس من هنا هطول شوية لغاية لما اظبط الطول بتاعي، لان انا عندي هنا ايه دوران الصدر، طول الصدر او طول الوسط بيكون اكبر من طول الظهر. خلاص انا قصيت كده لغاية لما هظبط، يعني رسمت كده وهنظبط بعد كده. هنقص كده، هنقص كتف اهو الحردة بتاعتنا اهو. نسيبها بقى طويلة شوية لغاية لما نفرد ونشوف. خلاص كده يا جماعة، هنعمل علامة للسجاف بتاعنا اللي احنا قصيناه ده، اللي احنا سبناه منه فيه، وهنتنيه برضو بدبابيس كده عشان ايه ما يعني ما يلبخناش اهو. من
تاني اهو زيه. وهنيجي نفرد الظهر بتاعنا ونحط عليه الكروازيه الصدر اللي هو الكروازيه اهو كده يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين اهو كده. هنرجع بعد كده نظبط طول الصدر الاول، هثبت دول مع بعض كده من هنا من تحت كده، هظبطهم مع بعض اقفلهم اهم بدبابيس كده عشان نقدر نظبط رأي ايه الاطوال كويس. خلاص بنيجي كده انا اظبط طول الايه الصدر بتاعي. انا عندي مثلا طول الصدر عندي هنا في المقاس اللي انا بشتغل عليه القماش 42 سنتي، بجيب ال 42 سنتي من اعلى حته في الكتف كده وازود عليهم 2 سنتي خياطه خلاص، واظبط كده طلعوا مثلا لغايه كده اهو. خلاص اخدت علامه كده ماشي كده يا جماعه. همسك القماشه بتاعتي دي كده هروح مطبقاهم كده خلاص، طبقت انا كده اهو، وهطبق الظهر بتاعي كمان واحط الاتنين جنب بعض كده، حردة الباطة اهي مع بعض اهي باينه خلاص. وانا الظهر عندي هنا باين قصير، همسك ده اساويه كده على مفيش لغاية ما اوصل هنا على مفيش تمام كده يا جماعة، فهقصها كده يبقى انا كده سويت ايه الصدر مع الظهر اهو، الجناب بتاعتنا متساويه، لكن الصدر هنلقاه طويل شويه من قدام الجزء ده الصدر ايه بيشيل. هنيجي بس هنا نحرد حرده الجيرو الاماميه او حرده الباط الاماميه. بنيجي نقول هنقسم الجزء ده ثلاث اجزاء اهو، واحد اتنين تلاته. الجزء ده اللي هي النقطه الاخيره دي يا جماعه بدخل فيها 1.5 سنتي كده لجوه واروح رسمها كده اهوت من بداية الحردة بتاعتي، ما بوسعش، هي من بداية الحردة اهي لغاية النقطة اللي فوق دي اطلع بيها كده على ما فيش. خلاص كده ايه قصينا زي ما حضراتكم ايه شايفين كده قصناها كده، هنحط الشكل بتاعنا كده ونشوفه. الشكل بتاعنا اهو كده يا جماعة باين في الورق عشانه ملون زي ما حضراتكم شايفين كده. نشوفه كده على القماش اللي احنا اللي انا قصيته وعدت تصويره تاني. ده الصدر بتاعنا، مش عارفه هيبان هنا برضو ولا لأ. وده الظهر، الظهر طبعا اهو فتحة السوست اهي، هنحطهم كده نحط ايه الصدر بتاعنا اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو كده. انا هنا كمان عامله ده باللون يعني تانية لظهره كده على اساس ايه يبان، المفروض ان احط الظهر على القماشة كده. كده يا جماعة اعتقد واضح شوية كده ماشي. إيه طبعا هنا بين الحردة الامامية اهي عن الايه الخلفية. هنيجي بعد كده يا جماعة نروح فاتحين فتحة السوستة دي اللي احنا كنا قفلناها. خلاص خلصنا الرسم بتاعنا، نشيل دبابيسنا بقى كده ونبدأ نقص سجاف لحردة الرقبة الخلفية، لأن أنا الأمامي عاملة له سجاف طبيعي أهو من القماش منه فيه، أما الخلفي هو اللي هحتاج أعمل له إيه سجاف. أعمل السجاف إزاي؟ بجيب قطعة قماشة هتنيها من النص كده خلاص، وهاجي كده هنرسم الحردة بتاعتنا دي كده يا جماعة،
حربة الرقبة الخلفية زي ما هي كده، يعني كده، واخد جزء من الكتف، يعني قيمة حوالي 3-4 سنتي من الكتف، ماشي كده يا جماعة؟ وهنزل كده حوالي من 3-4 سنتي، خلاص؟ يعني هاجي كده بالمزورة، هاخد كده مثلا 3، خلينا 4 سنتي اهو، 4، نقعد بقى حوالين الدوران كله اخد ايه 4، خلاص كده، ونقص. ده كده السجاف بتاع الظهر، طبعا هيتفتح لان في سوستة، هيبقى جزء كده وجزء كده، هنشوفهم بقى اثناء التركيب. تعالوا نعمل الكم، هناخد قطعتين من القماش هنطبقهم فوق بعض، طولهم طول الدراع كان عندنا 60، انا هخليها 72 سنتي علشان هنعمل فيه كشكشة، الاتنين سنتي الزيادة فوق 70 عشان تانية الكم، فكده خدنا 72 سنتي. قطعتين قماش وطبقتهم كده وخليت الناحية السليمة في اتجاه الكتف بتاع الفستان، فستان اهو، بنيجي ناخد طول الوتر ده كده من هنا لهنا، من هنا لهنا، خلاص. انا بقص برسم لك الاول وبعد كده هعرفك ازاي تقصي، فهاجي احطه كده في الزاوية القايمة وهزود عليه 2 سنتي كمان، خلاص بقى لغاية كده، فبروح جاية عاملة خط مستقيم كده اهو، خلاص. الخط المستقيم ده زي ما قلت بقسمه من النص، وكل نص فيهم بنقسمه النص، اول نقطة بروح طالعة 1 سنتي لفوق، اول نقطة ناحية الكتف من هنا، النقطة الأخيرة دي في اتجاه الكم نفسه بنزل 1 سنتي، هنرسمه اهو، شايفين، واطلع باستدارة كده لغاية فوق، ده كده المفروض وسع الكم، خلاص اللي هنخيط عليه، مظبطين الجزء ده على قد دوران الدراع زائد 4 سنتي، فأنا بجيب دوران الدراع عندي، كان عندي دوران الدراع 28 سنتي واربعة بقوا 32، بجيب ال32 واقسمهم على الاتنين اهو كده يا جماعة، واسيب جزء كده براح برضو للخياطة، يعني ده كده عشان الخياطة، ممكن تضيقها على قد الدراع كده بالظبط، يعني هو القماش فيه لكرة او ممكن انت حرة تسيبي وسع فيه شوية، انا هسيب وسع لغاية لما اخيط، ما بحبش اقص يعني على القد، خلاص كده. طيب هنيجي نظبط وسع الاسورة من تحت على قد المعصم ده كده، المعصم عندنا 20 سنتي او 18، باجي اخد نصهم، هقول 20 نصهم كده ايه 10، واحط علامة، القماشة فيها لكرة زي ما قلت يا جماعة. طيب انا بقى مطورة الكم خالص عشان اعمل فيه كشكشة، 10 سنتي اهو، شايفين، نزلناهم من هنا لهنا لغاية النقطة اللي في النص دي، هوصلهم باستدارة كده، خلاص، اعملها بلون تاني عشان تبان، اهو كده، شايفين كده اهو، بقت عندي قبة الكم قد ايه طويلة اهو، هقص الجزء ده كده، بسم الله، لو عايزة اكتر كشكشة اكتر ممكن تزودي اكتر، بس انا يعني حاسة ان 10 سنتي كفاية قوي عشان القماشة ناشفة حبة، وطبعا الكتف احنا عشان نعمل كم الكشكشة المفروض ده هاكله شوية في الخياطة او هقص منه سنتي، اللي هي حردة الكتف من فوق على اساس انها تبقى ايه محملة على عظمة الكتف، هنساوي كده الكم بتاعنا،
هسيب الطول اهو. خلاص كده يا جماعه قصينا الكم بتاعنا. هنيجي نعلم علامه الكشكشه بتاعته من هنا، بدايه من هنا للناحيه الثانيه زي عملناها فوق. هنيجي نعمل بس نقطه مهمه هنا، ان انا هعمل حرد اماميه للكم زي ما عملنا حرد اماميه في صدر الفستان نفسه. الجزء ده اللي هو معمول باللون البني ده اهو، هدخل منه 1.5 سنتي اهو كده، برسمهم كده نعملها بلون تاني لغايه على انتم الحته دي اللي هي في النص دي. هطلع بنفس الرسمه بتاعته دي كده. بسم الله اخدها كده بس. خلاص يبقى احنا حردنا الجزء ده هنعمله كده علامة برضو، نقول ان ده الجزء الامامي. كده الفستان بتاعنا اتقص يا جماعة. هنعمل برضو علامة هنا في الكتف حوالين الكتف، هنقول من هنا لهنا عايزين الكشكشة تمسك الكتف من النقطة دي للنقطة اللي زيها ورا. هعمل لهم علامة برضو نقفل كده يا جماعة. اول حاجة هنيجي كده للجزء الامامي اللي هو الكروازيه بتاعنا، وهتني الجزء ده كده، هتنيه الاول كده. بس الاول هعمله هجيب له فازلين خفيف خالص زي اللي حضراتكم شايفينه كده، هثبته معاه كده. الفازلين ده بيلزق من ناحيتين، اسمه العنكبوت دبل فيس. هسرفل الاول من هنا وبعدين هتنيه كده، هلزقه يعني هيروح هو لازق. خلاص كده هعمل الطرفين كده واجهزهم، وبعد ما اعمل الكلام ده كله هقفل الكتاف بقى مع الظهر. الكتاف اهو كده يا جماعه، وكويته لزقته بالفازلين. بعد كده هنبقى نديله بنط خياطه كده رفيع، بس لما نبقى نخلص يعني. ده الظهر بتاعنا هنفرد كده، طبعا انا قافله كده الظهر بدبابيس، وهنبدا نحط كتاف على الكتاف. ونخيط، بس قبل ما نخيط احنا حطينا كده اهو كده يا جماعة ان احنا هنقفل ده كده وده كده. هنجيب السجاف ده بتاع الرقبة الخلفية نفتح بس دبوس من الضهر. ده كده يا جماعة هقفل دي كده كده باينة، هقفل دي كده كده. والناحية التانية يعني انا ممكن افتح الظهر خالص برضو على فكرة، والناحية التانية اهي برضو اهي. هنقفل دي كده كده مع الكتف ماشي، ونحط برضو فازلين من هنا على اساس برضو هيتلزق في الظهر. انا كده خيطت كده يا جماعه اهو، وحاطه فازلين اهو برضو. هنيجي كده ممكن تعملي تشققات صغيره كده بميل عشان تريحي الحرده في الناحيه الثانيه برضو. هنقلب كده هنلاقيها نظيفه جدا اهي، والناحية التانية اهي. هنيجي بقى كده شايفين الوش بتاعها نضيف ازاي يا جماعة. دي كده هنبقى نديها بنط خياطة بس بعد ما نركب السوستة. هنيجي كده يا جماعة نحط الجنب اليمين
الجنب اليمين فوق الجنب الشمال. خلاص ده الناحية اليمين اهي هتتحط كده فوق الناحية الشمال وهتتثبت من تحت من هنا من الاطراف من هنا اهو هنثبتها كده. هنخيطها ونثبتها على المكنة وبعد كده نبدأ نقفل الجناب بتاعتنا. بس ممكن قبل ما نقفل الجناب يا جماعة نركب الكمام. خلاص ده كده باين اهو كده ده الظهر اللي فيه السوستة. طبعا لسه ما تركبتش السوستة اعملها كده بدبابيس. نعمل الجزء ده كده بدبابيس اهو عشان تشوفوا الصورة يعني تبقى واضحة بالنسبة لكم. هنجيب الكمام بتاعتنا يا جماعة اللي احنا زودناها 10 سنتي عشان نعمل فيها كشكشة. بنروح عاملين لها خياطة عيار واسع كده حوالين اللي هي القبة بتاعت الكم دي. خلاص انا عامل كده عيار واسع وبتشد الفتلة كده عشان تدي كشكشة. انا هنا شداها عشان بس الوقت. شوفوا اديتني كشكشة جميلة ازاي والكم مرفوع ازاي. هنيجي بقى نركب على المفتوح افضل اسهل لك. هاجي كده من الطرف وهقعد اخيط لغاية العلامة اللي احنا عاملينها اهي حوالين الكتف. نعمل لها نتقل عليها هنخيط كده. وزي ما قلت الكتف لازم اكون حرداه شوية على اساس يعني الكشكشة دي تحمل على الكتف على عظمة الكتف نفسه ما تجيش تبقى ساقطة وتبقى شكلها مش كويس. خلاص كده هنقفل ده كده. والطرف التاني اهو. هنلاقي الكشكشة اهي على قد الحتة دي بنوزعها بنظبطها على مقاسها اهي كده يا جماعة اهي شايفين كده. هنقفل بقى الكمين كده الاول وبعدين ايه نقفل الجناب. خيطنا كده الكمام يا جماعة وقفلت الجناب وجيت الجزء ده كده برضو تنيته كده وانا بقفل الكم تنيته لبره كده على اساس لما نيجي نقلب كده يبقى معمول بالشكل ده كده نقوم نمكن عليه على طول كده يبقى نضيف. خلاص ده كده طرق من طرق النظافه في الشغل. نقلب كده الموديل بتاعنا كده ونشوف الكشكشه الجميله اللي احنا عملناها دي. ده كده بس الدبوس اللي هو الكروازيه ده شايفين الكشكشه يا جماعه عاليه وجميله ازاي. ده كده بزياده 10 سنتي فوق طول الكم. لو انت عايزاها اكتر من كده ممكن تزودي عندك من 10 ل 15 سنتي زي ما تحبي. بس انا اكتفيت بال 10 سنتي على اعتبار قلت يعني تبقى ايه حجمها لا كتيره قوي ولا قليله قوي. والكم التاني اهو شايفين عالي ازاي وجميل شكله حلو جدا جدا. هنيجي بعد كده نركب الكلوشة يا جماعة. شايفين كده يا جماعة هنركب الكلوشة. فردته كده على الارض علشان تشوفوه. الكلوشة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفينها كده نص دايرة. هنشبك الوسط في الوسط والظهر كله لسه مفتوح. الوسط اهو كده يا جماعة. بعد كده هنقفل الظهر بتاع الفستان ونحط له السوستة. ده الوش بتاعه بعد ما تقفل طالع شكله الفستان جميل جدا. هنقفل الظهر بقى وبعدين هنركب السوستة. السوستة هحط لك طريقة تركيب السوستة العادية وطريقة تركيب السوستة السحرية في صندوق الوصف. الفستان يا جماعة
قفلت الظهر بتاعه وسبت فتحة هنا لتركيب السوستة. ان شاء الله زي ما قلت لك هحطها لك في صندوق الوصف. عملنا له بنط خياطة حوالين الرقبة وحوالين الكروازيه بتاعته، وتانية الكم، وتانية الديل بتاع الكلوش اهو. هبقى احط لك برده طريقه التاني في صندوق الوصف. ده كده حبايب الفستان بتاعنا بعد ما خلص، يا رب يعجبكم. شايفين الكم والكشكشه بتاعته جميله ازاي وعاليه وحلو جدا. انا ركبت له حزام. الفستان جميل جدا جدا، ان شاء الله تنفذوه بكل سهوله. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بترككم في رعاية الله. كانت معكم مدام أسماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.